يا مساء الخير والفل والعسل الابيض على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. يوم جديد وحلقه جديده، حلقه اخر الاسبوع والويك اند، ويعني احنا كلنا بنستنى اكيد الويك اند ده. وخليني ارحب بزميلتي شيرين. مساء العسل الابيض عليك يا شيري. مساء العسل الابيض يا نرمين. الحمد لله يا حبيبتي، ومساء العسل الابيض على كل الناس اللي بتشوفنا كل يوم من الاحد للخميس. وحشتيني جدا والله العظيم، وانت كمان وحشتيني جدا جدا. بس احنا في تواصل واتساب، في يعني احنا مع بعض على طول. اخبار الجو ايه معاكي؟ والجو اللطيف يا جماعه، احنا في ايه ده وفي ايه فعلا. بس هو الحمد لله ان هو النهارده احسن امبارح، رغم ان هو في شويه طبعا هواء جدا، يعني في رياح يعني طبعا عاليه جدا، ولكن احسن من تراب امبارح بالليل. امبارح بالليل احنا كنا مش قادرين نشوف قدامنا. فهما بيقولوا لحد الساعه 5 يعني، وان شاء الله الموضوع. انا اتمنى يا جماعه يكون معنا حد من هيئه الارصاد الجويه نطمن اكتر، يعني نطمن ونطمن الساده المشاهدين على الحلقه الجويه. لكن بجد في كومنتات بقى، انتوا عارفين طبعا احنا شعب مالناش اي كتالوج الحقيقه. هو انتوا شايفين اهو طبعا، هو ده امتى؟ ده دلوقتي يا جماعه ولا ده امتى؟ ده كان متهيألي ده الصبح، ده النهارده، ده مش دلوقتي، ده كان الصبح. ده كان قبل كده. لكن عايزه اقول لكم يا جماعه ان بجد احنا زي ما بقول لك، احنا شعب فعلا ملوش كتالوج. اي مناسبه او اي حاجه تحصل لازم يا جماعه ننزل كومنتات. احلى كومنت شفته على الفيسبوك ان الجو قالب على الجوزاء. ليه؟ لان طبعا برج الجوزاء برج ايه؟ متقلب. فاحنا الجو اللي هو انت في ايه؟ عايز مننا ايه؟ ارميها. انا اسفه اسفه والله. الجوزاء الرجل، مش الامراه. لا انا اسفه يا نرمي، بس تاني هرجع اقول لك انت مش جوزاء بجد. بصي هقول لك حاجه، انا بحس ان البرج ده حرام مظلوم، هو بس سمعته بس يا كده حرام. بس احنا والله مش كده. ديك اهو انت. طب يا ايمن لو سمحت مستنيه منك تليفون، قول لي شيرين جوزاء ولا مش. هو ايمن الوحيد اللي هيقول لنا شيرين جوزاء ولا مش جوزاء الحقيقه يعني. لكن خلينا نقول لكم ان الجو بجد يعني، في مدارس ادت اجازات على فكره، وفي انا واحده من الناس ما ودتش ابني الحقيقه المدرسه، لان الجو ما كانش لطيف خالص. التراب بيتعب يعني، في ناس عندها ازمات. فيعني اتمنى ان شاء الله النهارده تكون اخر الموجه دي، ويبقى الجو بقى خلاص. بقى احنا فصل الربيع يا جماعه، يعني فصل الربيع ابتدى من 21/3، وشم النسيم الشيرين خلاص يوم 9/4 تقريبا. 9/4 8 و9 صح الاجازه. يعني الاجازات بقى بتبقى من يوم 5 لغايه يوم 9، يعني من الخميس الجاي اجازه لغايه يوم الاثنين. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت طيبه يا شيرين. وانت طيبه يا نرمين. طيب خلونا نبدا بقى يعني اخبارنا. ويمكن زي ما تابعنا خلال الايام الثلاثه اللي فاتت، الانتخابات الرئاسيه المصريه 2018، واللي ان شاء الله هتعلن الهيئه الوطنيه للانتخابات نتيجتها. ده هيكون يوم الاثنين اللي جاي، يوم 2 ابريل. لكن الحقيقه طبعا امبارح كلنا تابعنا، وكان في مؤشرات اوليه ظهرت خلال وبعد عمليه الفرز. المؤشرات الاوليه بتقول ان عدد الناخبين اللي راحوا وادلوا بصوتهم تقريبا 23 مليون، وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على اصوات 21 مليون منهم بنسبه تقريبا تقترب من 91%، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على حوالي 680 ألف صوت بنسبة تقترب من 3%. في طبعا أصوات باطلة، الأصوات الباطلة دي وصلت نسبتها لتقريبا 6%. تعالوا نشوف مع بعض تقرير هيلخص لنا بقى العملية الانتخابية في الأيام الثلاثة اللي فاتوا، ونرجع لكم مرة تانية. طبعا شفنا كتير جدا من الحالات الإنسانية اللي طبعا عايزين، يعني لو زي ما بقول احنا هنقعد نشكر من هنا لغايه السنه الجايه، مش هنوفيهم حقهم طبعا. مره ثانيه هنشكر وزاره الداخليه، قوات الجيش، قوات الشرطه، القضاء المصريين المحترمين اللي قاموا بالاشراف على الانتخابات، واللجنه العليا للانتخابات. طيب خلونا قبل ما نختم اخبارنا هنروح نشوف دلوقتي حوار الحقيقه عملته مراسلتنا او زميلتنا رضوى رحيم مع الفرعون الاخير، وده يمكن اللقب اللي اطلقه خبراء الاثار في فرنسا على
الحاج سيد المطعني، ده أشهر نحات للتماثيل الفرعونية. هنروح نشوف الحوار وبعدها نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنعرف إزاي الصحفيات السيدات المحترمات غطوا وشافوا وتابعوا الانتخابات. بيفصلنا عن آخر فرعون مصري، النحات المصري سيد المطعني. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المد من الهرمين، جدودي أنشأوا العلم العجيب ومكرا احنا هنا في اخر مصنع للتماثيل الفرعونيه في بيت الفنان الدكتور سيد المطعني. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. سمعت زي حضرتك، ايه الجمال ده؟ الله يخليك يا فندم، الله يزيدك. احكي لي بقى حضرتك، بدات بقالك قد ايه؟ انت بقالك 50 سنة قاعد القعده دي. انا بدات تعليمي كده، كان جدي وناسي يشتغلوا للحاجات السياحيه البسيطه دي، وبعد كده انا امتحنت الابتدائيه سنه 59 وكنا نطلع من المقابر، كنت نطلع من المدرسه نلعب كوره في المقابر، فبدات انظر للكتابه الفرعونيه دي ازاي عملوها وازاي ركبوها. كان ليا جد شغال في الحاجات دي، فقعدت جنبه فبدات ناخد الحاجات دي ونطلع بيها للاثريين. انت اتعلمت الكتابة الفرعونية الهيروغليفية يعني من وانت عندك 10 سنين؟ من عندي 13 سنة. بقيت بتجدها كتابة وقراءة؟ يعني هي نصوص، هي نصوص مش قراءة، لكن اللي كان لي الفضل الاثريين كان الدكتور احمد يوسف، الدكتور شحات ادم، الدكتور محمود عبد الرازق، اظن زول توفى طبعا، الناس دول كبار، فكانوا يعلموني في بيت كارت معاهم، انت كتبت ده صح، كتبت ده غلط، كتبت ده صح، فزي زرعوا الحكايه في مخي وانا بدات اكتب الحاجات دي صح. يعني نادهتك النداهه من وانت 15 سنه صح؟ وبعدين حاليا انا اللي يعني انا اتحدى حاليا في الكتابه الفرعونيه على الحجر اي واحد يمكن بعد كده يجريه، وخصوصا انا يمكن سبب زعلي كده عاوز اعمل يعني واحد يخلفني للحاجات دي. طيب ليه تميزت اعمال حضرتك؟ يعني في ناس كتير ممكن تقول ما احنا بنشوف الحاجات دي كتير، ازاي بقى يعني ايه اللي بيميز اعمال الحاج سيد المطعني عن اعمال اي حد تاني؟ لا اعمال، لان انا عندي يعني اعمال المحسب النسب والتناسب بتاعه. يعني النسب هو اكبر من كده، بس انا عملته مصغر، يعني انا ممكن اعمله بالحجم بتاعه لكن عملته مصغر بنفس ال 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 بس انا دخلت عليه الكتابه دي اللي هي النص ده. من الصعب جدا حاليا في من الاجيال اللي عايشه دي ولا حد يقدر يكتب النصوص دي. انا عارفه ان الحاج سيد المطعني ليه اسرار، احنا طبعا مش هنفشي الاسرار على التلفزيون يعني، ولكن انا عارفه ان انت ليك اسرار سواء في الالوان او في اسلوب الكتابه. هو اسلوب الكتابه بنكتبه عشان المنافذ الاثريه، اخواننا اللي في المعابر بيفتشوا الاجانب عشان لو كتبت النصوص صح يعني هيعقد الرجل الاجنبي من زياره مصر وما تجيش. ها التمثال ده كله غلط ما عدا السطر ده صح. السطر ده صحيح، بيقرا سيد الارضين تطمس دامت لك الحياه والعزه، انما الباقي ده كله غلط. يعني انا بعمل ايه عشان الناس اللي في المنافذ والمطارات، يعني انا بكتب ده كله يعني غلط ما عدا السطر ده. ليه؟ عشان انا بخاف برضو على الرجل اللي خد تحفه من مصر يعقدوه يقول له تعالى. يعني ده انا مش هديه لحد الا بشهاده. ايوه ما اقدرش لان ده مكتوب نص صح. طيب وفكره الالوان؟ لا فكره الالوان دي تركيبه كلها موجود في جبل الجرنه هنا، والناس بتعفص عليها برجليه، لكن هذا السر ممكن اموت بيه ما اقولش لحد، لان انا ما حدش يعني عشان اجيبه واعلمه ممكن يعني ما عنديش قابلية للعلم، لكن أنا عاوز أعلم، مش عاوز أعلم واحد، أنا عاوز أعلم مئات. طيب تماثيل حضرتك موجودة في بيوت عدد كبير من رؤساء العالم وزعماء العالم. طبعا طبعا أنا اشتغلت للملكة صوفيا واشتغلت
السفراء كتير، واشتغلت لملكة أسبانيا، يعني اشتغلت حاجات كتيرة جدا جدا للناس. وأنا بحب ضيوف مصر، يعني أنا بفرح لما أكون ضيف مسؤول جاي لمصر، وأكون مسؤول مصر يطلب مني حاجة في مدينة لوكسور يقدمها لأي واحد، أنا مستعد بعملها كده عشان دي بلدي. أنا ملتزم بيها. لكن النهاردة أنت عارفة المحافظ الأقصر رجل خصص حتة في حتة اسمها الصلاخانة، عمل فيها ورش، قال اللي عاوز من الشباب يعمل، وقال اللي بيقول لي علم وبيساعدنا الراجل، لكن أنا عاوز اللي عندي قابلية للعلم. ويعني حاجة غريبة جدا، يعني احنا بنعرف اللغات الأجنبية، مش عايزين نعرف اللغة الفرعونية وكيفية صناعة التماثيل الجميلة دي وتاريخنا. ممكن الطالب يعمل فلوس من ألا شيء، اللي عاوز يتعلم من ألا شيء إلى شيء، يعني ممكن يتحول من فقير إلى غني لو هو اجتهد في حاجة زي كده. لأن النهاردة هو مش شرط يبيع بمليون جنيه، لو عامل دبحة بعشرين جنيه، وعامل دبحة فألقى في آخر اليوم مع 100 جنيه، لكن هو ما عنديش قابلية. طب وإيه حكاية الدكتوراه الفخرية؟ الدكتوراه أنا ما أعرفش، الدكتوراه جوني ثلاثة ناس كبار في السن كده، فأنا ما أعرفهمش، أجانب أنت عارف، إحنا خدنا على المصادرة فالناس كنت أفطر، فجا فطروا معي، فجابوا لي تميمة مصورة تعمل دي، عملتها ليهم، قالوا خدوها معاهم، جوني تاني يوم قال أدخلها النار، قعدوا لما النار خلصت بتاعتها، إيه ده؟ المهم اتغدوا عندي، جاءوا يومين رايحين يمسكوها في أيديهم ياخدوها ويجيبوها، فقالوا احنا اساتذه في جامعه سيدني، فتروح معانا وراح نديك مرتب كويس، عندنا جامعه وعندنا كليه فنون. والله انا مش بحب الطيران، انا مش عاوز اروح يعني اساسا، ويعني وبعدين لي ظروف ومعي اولادي فمش فاضي، مش عارف اروح، وعندك مرتب كويس وكل شهرين تيجي ومش عارف شو، قلت له لا لا مش حروح. المهم الناس مشوا، بعدها باربع شهور كده اتصلوا بي قالوا لي والله احنا جايين في شرطة مطار القاهرة، تعالى في ضيوف جايينك من استراليا عايزينك. الناس جابوا لي مجموعة هدايا وروب ومش عارف ايه، وادوا لي شهادة، قالوا لي دبحتها لك في الجامعة، احنا اساتذة جامعيين في جامعة سيدني، فاحنا نتمنى تروح معانا، لكن احنا بعتنا لك حقك، بعتوا له الدكتوراه وبعتوا له الروب بتاعها، انا ما رحتش حقيقة يعني. فقلت لهم شكرا للناس، ومبلغ من المال بسيط كذا، والمهم فبعثت لهم جواب شكر الناس، ودي اللي حصل. انما انا مش بدور على الدكتوراه ولا حاجه، هو مش المشكله في الدكتوراه سيادتك، المشكله انا عاوز اخلف اللي مني، مين يقيد المركب دي. انا فاهمه ان همك دلوقتي الاول والاخير هو انك التراث والميراث الكبير ده جدا، مين اللي هيشيله؟ طب ولاد حضرتك؟ لا ولاد حضرتي متعلمين وكل موظفين الحكومه، ما لهمش في ما عندهمش القابلية. طيب هم ليه اطلقوا على حضرتك الفرعون الاخير في فرنسا؟ لا هم لما كانوا جوني، هم الشعب الفرنسي بالذات، انا برمت كل العالم كل الشعوب، الشعب الفرنسي يعني تلقيه ملم باللغة الفرعونية ومنهمك فيها وعنديه الثقافة العالية بتاعته. فلما كانوا جوني وكنت اخذ معي جعلين صغيرة زي كده مكتوبة صح، وجيب الكتب والنصوص يقولوها صح، فيقولوا طبعا اعملها لينا، وانا كنت اشتغل قدامهم، فكانوا قالوا انت اخر فرعون، فكانوا هم هناك يضحكوا اخر فرعون مصري. يعني ازاي بتدينا احساس القدم؟ يعني ماشي دي بتتعمل وحضرتك بتدلها الالوان بنفس اسلوب الفرعون قديما، لكن ازاي بقى بتديني الهيئه القديمه؟ يعني ده صعب جدا نفرقها فعلا عن الاصلي. حضرتك بتدفنها مثلا بشكل معين؟ بص انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، اللي عندي عزيمه هيصنع الطائره، اللي عندي عزيمه هيصنع الطائره. احنا المصريين، الشعب المصري عامه، من سيدي براني حتى شلاتين، شعب يمتاز بالعزيمه، يمتاز بس لما يحط الحاجه في دماغه. تمام. انما الحاجات دي سهله جدا جدا عشان تتعمل كده بالطريقه دي، وده كله موجود هنا. يعني مش هنشتري حاجه من بره بجنيه. حضرتك بتدفنها بره بتلاقيها ليه؟ لا مش بدفنها، الاول بكتبها، بكتبها النص الصح بتاعها،
واطلع واجيب جبل تراب ما هو من الجبل وادفنها اسبوع خلاص. طيب حضرتك بتشكل التماثيل على كم نوع احجار؟ لا انا ممكن اعملها طينه بورسلان فيانس، ممكن اعملها من حجر الاستبستون ده، من الليمستون، ممكن من الجير، ممكن من البازلت، ممكن من البازلت. صعب صح؟ البازلت اصعب ولا الجرانيت؟ لا الجرانيت اصعب. بياخد قد ايه يعني لو تمثال في الحجم ده من الجرانيت؟ الجرانيت يعني الحجم ده تاخد لها تحت شهر عشان يعملوها بالحجم ده تاخد شهر. لان بس عليه يعملها جرانيت هو قصده ذات نفسه، اما ما تلاقاش بالمقاس ده. احنا لو عملنا جرانيت بنعمله كبير من الحجر الاسود مقابل عشان يتباع للاجانب، انما هيعملوه جرانيت ده بيعملوه للغش والحاجات دي عشان فلان يقول لقيتها وفلان ما لقيتهاش. انا بوعي الشعب والناس عشان تصحى يعني، عشان يجي واحد يقول لك انا ب 200 الف اديني مليون بدل عربيتي، ده كلام انا اسمعه في الجرايد كتير كتير، وانا اسمع بالحاجات دي كتير، لكن لا توجد حاجات من دي، كلها حاجات نصب وحاجات كذب وما فيش حاجه من الحاجات دي خالص. طيب لو حبينا نتكلم على طريقه صناعه تمثال زي ده مثلا، مراحله بتكون ازاي؟ مراحل. ده تمثال للكاتب. تمام. الكاتب المصري. ده توجد منه 5 متر، وتوجد منه 3 متر، وتوجد منه أصغر وأكبر. إحنا أول حاجة بنقسمه تقسيمته الأول بحاجة زي دي كده. بننقشه كده الأول. نفصله تفصيل الكاتب. أي. نبتدي مراحل النسب والتناسب. أي. يعني بنشوف الدراع ده. هل كد الايد دي؟ هل دي اطول ام دي اطول؟ يعني ده في غلطه لازم ينزل لتحت عشان الدراع ده اقصر من دي. ففي حاجه اسمها النسب والتناسب في صناعه التمثال. دي اول حاجه بنعملها فيه. نمره 2 بنقيس مثلا الوجه بتاعه، رح يكون وجهه معمول ازاي؟ لو الوجه ده حيكون مثلا نص متر، حيبقى النسب والتناسب غير 5 سم غير 2 سم. أيوة. فلازم لما بتقاس العين بيتقاس النسب والتناسب بتاعته. أيوة. احنا لازم نعمل كده الاول وبعدين ده بادوات ولا بالعين حضرتك عينك مظبوطه؟ لا لا لا، في بالكليز عنكيس بيه. لا يعني بص، انت بتقيس حاجه زي كده مثلا، انت يعني حاجه زي كده اهو مثلا زي كده بنعرفوها بالملي. ايوه يعني بنعرف كده عن عبدت. أيوة. لا لازم حاجات لازم انت عشان يبقى متقارب، انما لو هنعملوه صحيح وعايزين نقلدوه انتيكه مش هياخد اقل من 3 شهور. ليه؟ ومش بنعملوه بالمقاس ده، بيتعمل بالمقاس اللي موجود بيه في المتحف. تمام. انا راجل لا طالب حاجه من الحكومه ولا طالب، وانا مش عاوز حاجه من حد، انا بدي مش بقى. لكن اقسم بالله انا بحب مصر وبغار على مصر، وانا اللي مغيرني لاني انا في سن اخر مش لاقي اللي يعوضني يشتغل.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في عسل ابيض. ويمكن زي ما تابعنا على مدار الثلاث ايام كان للصحفيين او الصحفيات تحديدا في مصر مهمه خاصه جدا، وهي تغطيه فعاليات الانتخابات الرئاسيه المصريه 2018. وزي ما قلت لكم للصحفيات بقى السيدات دور الابرز في رصد اللقطات المختلفه، وللحقيقه اثبتوا تفوقهم وان هم قد ايه او قد المهمه اللي يعني اتوكلوا بيها. طيب يا ترى ايه هي كواليس تغطيه الانتخابات الرئاسيه؟ ويمكن هو ده اللي هنعرفه من ضيفاتي الاعزاء اللي موريني النهارده في استوديو عسل ابيض، الكاتبه الصحفيه شيماء جلال رئيس تحرير موقع الرئيس، اهلا بيكي يا استاذه شيماء. كمان الكاتبه الصحفيه سالي عاطف رئيس تحرير جريده الصباح، اهلا بيكي يا استاذه سالي. اهلا بيكم. احكوا لي بقى عن زي ما احنا بنقول احنا كان عندنا عرس انتخابي، كانت يعني مصر كلها الحقيقه كانوا فرحانين، المصريين كانوا فرحانين، يمكن شفنا حاجات كتير جدا حلوه، كانت حاجات كتير مشرفه. استاذه شيماء خليني ابدا مع حضرتك ومن موقع الرئيس، وكنتوا بتغطوا ازاي او انت شفتي كمان تغطيه وسائل الاعلام للانتخابات الرئاسيه ازاي؟ بصي، هو طبعا السنه دي في الانتخابات الرئاسيه الدوره دي في تنظيم مسبق من الجهات الرسميه، فكل حاجه طالعه بشكل مرتب حتى من قبل الهيئه العامه للاستعلامات، استخراج التصاريح ما تمش فيها تاخير، الكل اللي تقدم بطلب تصريح للتغطيه حصل عليه بعد استيفاء البيانات المطلوبه، حتى الصحفيين الاجانب تم تسيير الامور بالنسبه لهم. ففيما يتعلق بالجزء الرسمي والاعدادات والاستعدادات للصحفيين الخاصه بالتغطيه الانتخابيه فدي كلها كانت ميسره جدا. طيب انا هرجع لحضرتك تاني، بس خليني برضو اخد كلمه من استاذه سالي ويعني رئيس تحرير برضو يعني جريده الصباح، ان احنا كامراه او سيده يمكن شفنا حتى في الهيئه الوطنيه للاعلام في المؤتمرات بتاعتها الحقيقه كان في رجال ورجال محترمين، بس يمكن الاكثر انا كنت بتفرج دايما في سيدات كتير هم اللي كانوا بينزلوا، ويمكن دي برضو موضوع صعب جدا. احكي لي عن بقى الصحفيات اللي عند حضرتك في الموقع وكنت بتتعاملي معاهم ازاي؟ بصي، احنا كنا عاملين غرفه عمليات لتغطيه الانتخابات كانت على مدار الساعه، حرصنا ان احنا يكون في اكبر عدد من الصحفيين والصحفيات داخل اللجان وداخل اماكن الاقتراع. بدانا كمان ان احنا نتابع وسائل الاعلام الاجنبيه والعالميه اللي غطت الحدث بطريقه ايجابيه، يعني كان في بعض السلبيات بسيطه جدا. كان بقى الاعلام الدولي او يعني اللي بره كانت بسيطه جدا، يعني لم تذكر أطلع. غير طبعا اللي هو احنا مش عايزين نجيب سيرتهم اصلا، هو الجماعه الارهابيه اللي هي القنوات اللي انا دايما بقول عليها تحت بير السلم، بس لم تؤثر مطلقا يعني. ده حقيقي، يعني انا شايفه ان الوعي زاد خاصه فتره الانتخابات ديت، وده موجود في العدد الغير مسبوق في الانتخابات والناس اللي شاركت في العمليه الانتخابيه. استاذه شيماء، السيدات، مشاركه السيدات شفتيها ازاي؟ يعني بنشوف دايما او شفنا الحقيقه ان الست كانت هي في مقدمه الصفوف الانتخابيه، ودايما بقول ان الامراه او السيده بتكون في المقدمه دايما في يعني الحياه السياسيه بشكل عام. شفتي المشهد ده ازاي والسيدات والشباب والبنات؟ بس انت لو عايزه تتكلمي على البطل في المشهد الانتخابي السنه دي السيدات، وعلى فكره ده مش في الانتخابات الرئاسيه بس، ده تقريبا في كل الاستحقاقات الدستوريه، في المشهد السياسي بشكل عام، في كل استحقاقاتنا الدستوريه الرئاسيه والبرلمانيه والاستفتاء على الدستور، التفويض 30 يونيو السيدات يتصدرنا يعني باكتساح. ده حقيقي، خلي بالك مش بس بالمشاركه، كمان بالدعوه للمشاركه، بالحس، بالدفع بابنائها، فلا انت السيدات نسبه المشاركه كانوا متصدرين. واحنا كمان محتاجين قراءه في النتيجه بعد ما يتم اعلانها بشكل نهائي حوالين عدد نسبه المشاركه للسيدات والرنجات العمريه كمان اللي شاركت، لان هتلاقي انه ما كانتش قاصره على ست في سن معين، يعني هتلاقي انه السيدات شاركوا بمختلف الفئات العمريه. ده حقيقي. طيب خليني ارجع تاني للاستاذ سالي، وشفنا مشاهد كتير ولقطات كتير احنا كلنا الحقيقه وقفنا عندها، ويمكن في بدايه الحلقه احنا عرضنا مشهد كمان لكبار السن. خلينا نتكلم عن المشهد اللي انت فعلا وقفتي عنده، وكل يوم يعني اكيد كل يوم كان بيبقى فيه حاجه بتستوقفك، خلال الثلاث ايام ايه المشاهد اللي انت توقفتي عندها؟
هو المشهد الأبرز والأكبر في خلال الثلاث أيام الماضية في الانتخابات هو تعاون الجيش والشرطة بطريقة مذهلة جدا، خاصة مع كبار السن. ده حقيقي، يعني شفنا كذا لقطة الجيش متعاون جدا في حمل السيدات مثلا المسنات أو توصيلهم للجان الانتخابية، دور كمان القضاة في سر العملية الانتخابية، يعني مشاهد كتيرة جدا جدا. بس كان بيتفضل المشهد أكتر المسنات اللي هم مصرين. عرضنا هنا فيديو لمسنة عندها 106 سنة الداخلية بعتت لها عربية إسعاف الحقيقة، وكانت حاجة بجد محترمة جدا، وكانت حاجة مشرفة إن سيدة، يعني ممكن واحدة غيرها تقول لك خلاص بقى أنا يعني خلاص أنا كبرت، لكن هي مصممة إنها تنزل وكمان تدي بصوتها، يعني مع أيا كان مين المرشحين. يمكن ده يا جماعة إحنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل، إن نسبة المشاركة كانت الحقيقه محترمه جدا وعاليه جدا. كنا بنقول انزلوا وشاركوا وادوا بصوتكم، حتى لو انتم مش عايزين انزلوا برضو قولوا ان انتم مش عايزين. فنسبه المشاركه سواء من الشباب من السيدات من الرجال كانت حاجه حلوه جدا، من الاطفال، يعني الاطفال كانوا نازلين هم ما لهمش اي صوت. ده المشهد الثاني بقى اللي هو المرأة حرصت كتير جدا انها تصطحب الاطفال عشان حتى تفهمهم يعني انت عملية انتخابيه ووعي، وانت ازاي تنتخب ويعني ايه تنتخب. فده برضو كان مشهد لفت النظر. نفس السؤال ليك يا أستاذ شيماء، المشاهد اللي استوقفتك كده وانتي، انتوا اكيد طبعا على مدار الثلاث ايام انتوا اكيد ما روحتوش بيوتكم، كنتوا قاعدين في غرفة العمليات في المواقع بتاعت حضراتكم، المواقف اللي استوقفتك كانت ايه؟ بصي انا عايزه اقول لك انه زوجات وامهات الشهداء اثناء التصويت يعني حاجه يعني مشرفة جدا، وأسعدتنا جدا حرصهم على وجودهم في اللجان واستحقاق أبنائهم معاهم طبعا. يعني إذا كنا إحنا النهاردة بنعمل انتخابات رئاسية فكل الفضل في قدرتنا على أن إحنا نكمل أدائنا السياسي واستحقاقاتنا الدستورية والإحساس بالأمان للشهداء ودماء الشهداء. طبعا كل التحية لأهالي الشهداء المصريين المحترمين. أستاذ سالي خليني أرجع لحضرتك، يمكن شفنا زي ما قلت في إقبال من كل المحافظات، لكن بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة ليا إقبال شديد جدا من محافظة شمال سيناء. شمال سيناء كان في طوابير امبارح، برضو كنا عارضين كم من الطوابير السيدات والرجال ان هم نازلين عندهم إقبال شديد على العملية الانتخابية. كان بيجي لكم صور، كان بيجي لكم مثلا مشاكل، كان يعني من شمال سيناء اكيد كنتوا بعتين مراسلين او مراسلات هناك. احكي لي بقى عن الكواليس هناك كانت عاملة ازاي. بصي في شمال سيناء كان طبعا المشهد لافت للنظر جدا، اعداد كتيره جدا سواء من السيدات سواء من الرجال عن للعمليه الانتخابيه، وده طبعا ليه دليل قاطع عن ايمانهم بالديمقراطيه ومشاركه في الحياه السياسيه ورفض الارهاب، ويعني ده حتى قدام العالم مشهد يحترم جدا. تمام. كمان أستاذة شيماء نتكلم بقى عن الإشاعات، وفي كم من الإشاعات طلعت الحقيقة، يعني اللي يقولك إيه يمكن أبرزها واللي إحنا شفنا المستشار محمود الشريف إن مثلا كان مركز امبارح مفيش إن مد اليوم رابع للانتخابات. في حاجات إشاعات كتير طلعت، تناولتوا أو تعاملتوا مع الإشاعات دي إزاي؟ وانا عايزه اقول لك انه انت مش محتاجه اعلاميا ان انت تتعاملي مع الاشاعات، طالما انه الجهه الرسميه المنوط بها انها تتعامل معاها بتقوم بهذا الدور بشكل سريع. يعني كل التحيه طبعا للهيئه الوطنيه للانتخابات لانها كانت بترد على الشائعات دي بشكل رسمي، وبتعمل مؤتمرين في اليوم الساعه 3 والساعه 9 بالليل. صحيح، ولا وكانوا بيردوا، المتحدث كان بيرد على الصحفيين وبينفي الحاجات بشكل وبيصدروا بيانات في وقتها في توقيت سريع قبل ما الشائعه تاخد دورتها في الانتشار. فطبعا كان في تعامل رسمي هايل جدا مع الحكايه دي، وطبعا دور الاعلامي في انه بينقل في السرعه في النقل النافي او حتى البحث عن حقيقه المعلومه. انا بصراحه شايفه يعني على مستوى الـ 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 يعني وسائل الاعلام سواء المسموعه او المرئيه كان في تغطيه محترمه جدا من الوسائل الاعلام الحقيقه بشكل عام، حتى على مستوى القنوات الخاصه والتلفزيون المصري طبعا ليه كل التقدير والاحترام، كان في تغطيه محترمه جدا. برضو نفس السؤال لحضرتك يا استاذه سالي، هل جت لكم مثلا شكاوى فبعتوا للهيئه الوطنيه للانتخابات اتاكدتوا منها وطلعت في الاخر شائعات ولا لا؟ هو الشكاوى قليله جدا، واستكمالا لكلام استاذه شيماء، هو احنا لازم نستقي المصدر من المعلومه من المصدر الحكومي او الجهه المعينه، يعني بدون طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي
مجهله المصدر او بينتشر فيها الشائعات بصوره. احنا شفنا حتى كميه الشائعات والكوميكس اللي انتشرت في خلال الثلاث ايام الماضيه. بدون قطع كلام حضرتك، شايفين المشهد يا جماعه؟ مشهد ضيع من شمال سيناء اهو. بصوا قد ايه ستات واخدين كمان. عايزه اقول لك انه اعلى نسبه مشاركه في شمال سيناء كانت في بئر العبد. فبئر العبد دي اللي هو البقره اللي بتتعرض بشكل اساسي للارهاب، فطبعا المشاركه في بئر العبد كانت يعني مذهله. لا بجد منظر مشرف جدا، وكمان السيدات متصدره المشهد. انا سعيده على مدار الثلاث ايام. على فكره خروجهم معناه ان هم ما فيش مشكله، يعني الناس حاسه بالامان فخارجه في الشوارع. لا بجد، وفي ناس ممكن تقول لك انت بتتكلمي ده كلام تلفزيون، والله العظيم ابدا، الدنيا كانت متامنه جدا على مستوى الجمهوريه على فكره، يعني مش بتكلم على شمال سيناء بس، كمان اللي اشاد بيه الوسائل الاعلام الاجنبيه واللي كانت بترصد. ما انا محتاج اعرف عند وسائل الاعلام الدوليه والاجنبيه تناولت المشهد الانتخابي عندنا ازاي، سواء بالايجاب او بالسلب. اسمع رد من حضرتك. بصي، الكوميسا منظمه الكوميسا منظمه الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي اشاد جدا بالعمليه الانتخابيه وانتظامها وسهوله انت تروح تنتخب بدون اي مشاكل او حتى خروقات، يعني على مدار الثلاث ايام اعتقد لم نرصد سواء قلائل يعني او حتى لم تذكر. فدي اشاده كويسه جدا ان احنا عندنا عمليه انتخابيه مشرفه قدام حتى العالم كله. وحضرتك انت بتسالي على التغطيه في الصحف الاجنبيه. احنا الهيئه العامه للاستعلامات عامله رصد يومي للتغطيه الانتخابيه في الصحف الاجنبيه، وطلعوا تقرير بيقول انه يعني التغطيه معقوله وانه ما فيش رصد لأي سلبيات أو أي حاجة غير شكاوى اعتيادية من عدم القدرة للوصول على اللجنة، معرفة رقمها، حاجات اعتيادية جدا. إنما الحقيقة التغطية فيما يخصنا لا كانت متوازنة جدا، كنا راضيين عنها، يعني ما كانش في كانت متوازنة جدا وما فيش حد خرج عن السياق الحقيقة اللي على الأرض. طيب خلينا نتكلم بقى، بما إن احنا ثلاث سيدات قاعدين يعني في مجال الإعلام، بما إن حضراتكم رؤساء تحرير أنا هنا كمذيعة وإعلامية، أكيد بتجيلكم مطالب من سيدات. أهم المطالب اللي بتجيلكم مثلا من الرئيس القادم، محتاجة أسمعها من حضراتكم، بس ناخد تليفون ونرجع لحضراتكم تاني. معانا أستاذة ميسون أبو الحسن. ميسون أبو الحسن صحفية من جريدة الفجر. أستاذة ميسون أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. وأنتي كنتي من ضمن الصحفيات اللي كنتي من قلب الحدث زي ما بنقول، ونزلتي وكان في تغطية من قبل حضرتك، احكي لي بقى كانت المشهد عامل إزاي، ونزلتي محافظات إيه، وتعاملتي مع مين، ونسبة السيدات طبعا إحنا عارفين إن كانت نسبة كبيرة جدا. أنا غطيت في القاهرة في الجيزة، خاصة في منطقة المهندسين والعجوزة والدقي. حلو. يعني نسبة الإقبال كانت كبيرة بشكل نسبي، خاصة في المناطق الشعبية. خاصة المناطق الشعبية الموجودة بالذات في فيصل وفي الهرم في مناطق زي دي. بصراحة أنا كصحفية ما كانش ما قابلنيش أي مشاكل خالص إلا في نقطة واحدة بس، بخصوص نقطة الفرز، إن كان في لجان فرعية منعت الصحفيين من إن هم يحضروا الفرز على الرغم من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإن إحنا نحضر الفرز. انما التغطية طول النهار ما كانش فيها اي مشكلة خالص، بالعكس كان في تعاون كبير جدا من رجال الشرطة والجيش ومن المواطنين نفسهم برضو. حتى اللجنة اللي شكلتها نقابة الصحفيين بخصوص رصد المشكلات اللي بتعرض لها الزملاء خلال التغطية ما رصدتش الا هما مشكلتين، وكانوا مشكلتين صغيرين يعني ما كانش فيهم اي ازمة خالص. ردت على الناس اللي كانوا شايفين قدام اللجان السيدات بفرحانين ومبسوطين بالاغاني وبيرقصوا، تناولتي برضو قلتي لا خلاص انا مش هاخد فيديوهات ولا صور تاني، ولا لا كملتي قعدتي تصوري برضو يعني ما كانش في اي مشاكل؟ بقولك تناولتي ازاي مع الناس اللي كانت بتتكلم على ان الناس نازله قدام اللجان ترقص وتتبسط وتهيص وسايبين المشهد، دول طبعا بتكلم على اهل الشر يعني، تناولتي مع المشهد ده ازاي او مع الموقف ده ازاي؟ زي ما بنقول كده لا احنا بنصور الناس وهم بيرقصوا ومبسوطين، وبتنزلي برضو اخبارهم وصورهم ولا لا؟ والله يعني انا تناقض، انا شخصيا تناولت الموضوع بشكل مهني جدا يعني. انا ما قلت للي نازل يقف قدام اللجنه ومبسوط بحاجه زي الانتخابات، كلنا تناولنا الموضوع من جانب ان هو دي حاجه كويسه وان الناس مبسوطه، يعني الناس ما كانتش حاجه غير انها كانت مبسوطه. هم مقتنعين بوجهه نظرهم، هم شايفين نفسهم صح، فانا كصحفي بصوا بفكر، واحنا خدنا كلام من الناس ده برضه، انت شايف الموضوع عامل ازاي؟ طب انت ليه مبسوط؟
طب خليني اسالك يا استاذه ميسون عن اهم مطالب الشعب المصري من الرئيس القادم، بما انك نزلتي الشارع وكان في احتكاك مباشر، اهم المطالب كانت ايه؟ كان اول مطلب بالنسبه للناس بخصوص موضوع الغلا، دي كانت اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها. كان اكتر ناس حاجه برضه الناس بتتكلم عليها برضه من الحاجات الكويسه كانت الامن والامان. الناس كانت بتقول يا جماعه حتى لو كان في غلا فما فيش مشكله طالما احنا عندنا امن وامان، بس كان موضوع الغلا هو اللي كان متصدر طبعا مطالب الناس بخصوص يعني الرئيس القادم. بشكرك شكرا جزيلا استاذه ميسون، صحفيه بجريده الفجر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن هي صحفيه امراه سيده بنوته نزلت لارض زي ما نقول ارض المعركه بقى وكانت بتتعامل مع الناس. كنت بسالكم نفس السؤال يمكن اللي ختمت بيه مع ميسون، اهم المطالب من السيدات من الرئيس القادم استاذه شيماء. بصي هو في حاجات اتعملت كتيره جدا فيما يخص السيدات، بس طبعا لسه في المراه المعيله عندها طلبات فيما يخص القروض، تسهيلات التيسيرات للمشروعات الخاصه بالمراه تحديدا، في سيدات ذوي الاحتياجات الخاصه محتاجين برضو يعني انه يبقى في نظره خاصه ليهم ومراعاه لمطالبهم. في بقى مطالب سياسيه زياده الغلاء برضو هي لا الغلاء ده مطلب عام مش خاص بالجماهير، ممكن عشان الستات ربطت الستات اللي بتصرف هي اللي بتاخد الفلوس هي اللي حاطه بالغلاء. لا الغلاء ده مطلب عام مش خاص بالسيدات بس، يعني تخفيض الاسعار او يعني محاربه زياده الاسعار دي حاجه خاصه بكل فئات الشعب. ده حقيقي. طب استاذ سالي استكمالا لكلام استاذه شيماء، اهم حاجه للمراه هي اصلاح التعليم، لان هي اللي بتعاني وهي اللي بتذاكر وهي فالمنظومه المصريه الى حد ما محتاجه اعاده هيكله التعليم والصحه، وانا بزود عليها الطرق. انا يعني طبعا انا مش متخصصه في الموضوع ده، بس متهيألي اكيد في ناس متخصصين عندهم اكيد افكار عندهم مقترحات، ان احنا يا ريت اتمنى في شباب والله كان بشوف عندهم مقترحات ومش عارفين يوصلوا للاسف للمسؤولين. هل انتوا لو مثلا من خلال الموقع او الجريده بتاعت حضراتكم لو حد عنده مقترحات بتتقبلوها وبتسمعوها ولا لا؟ طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، في حاجه دلوقتي صحافه المواطن جزء من تطوير الصحافه. المواطن النهارده بيبعت على الواتساب للجرايد، بيبعت على الميل، بيبعت طول الوقت بيبعت حاجات من محافظته من قريته من المركز اللي هو فيه مشكله، في حاجه سلبيه في حاجه ايجابيه. حتى في الانتخابات في صور كتيره جدا كانت بتيجي من قرى ومن المحافظات ومن المراكز من بيبعتها من المواطنين. بالمناسبه الصور بتاعه سينا اغلبها واخدها مواطنين هم اللي بعتنها. يعني اغلبيه الصور اللي انتشرت عن المشاركه الانتخابيه لاهالي شمال سيناء بعتنها مواطنين، فطبعا الجرايد والمواقع النهارده طول الوقت مفتوحه يعني. واحنا كمان والله من خلال قناة تن وتحديدا برنامج عسل ابيض كنا بنقول للمشاهدين اي حد عنده صور اي حد عنده فيديوهات ابعتوها لنا وعلى الصفحه واحنا يعني نعرضها لحضراتكم، وكمان بنقول اي حد عنده مقترحات عنده حلول لاي ازمه من الازمات سواء التموين التعليم الصحه الطرق والكباري احنا كمان صفحتنا يا جماعه مفتوحه. مكملين طبعا مع حضراتكم، لكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. هنطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم تقييم المشهد الانتخابي لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقرتنا وتقييم المشهد الانتخابي مع ضيفاتي الاعزاء الكاتبه الصحفيه استاذه شيماء جلال رئيس تحرير موقع الرئيس، اهلا بك مره ثانيه، وايضا الكاتبه الصحفيه استاذه سالي عاطف رئيس تحرير جريده الصباح، اهلا بحضرتك مره ثانيه. نرجع نكمل حوارنا مع حضراتكم، لكن خلونا ناخد كمان معانا الاستاذه ميساء فهمي هي صحفيه بجريده الشروق. استاذه ميساء اهلا بيكي. اهلا بيكي. ويمكن كنا النهارده بنتكلم او موضوع فقرتنا كمان غير تقييم المشهد الانتخابي بنتكلم عن مشاركه الصحفيات في تخطيط فعاليات الانتخابات الرئاسيه المصريه 2018. احكي لي عن دورك بقى، نزلتي كان يعني ايه اهم المشكلات اللي واجهتك؟ نزلتي الثلاث ايام ولا يوم او يوم؟ لا بصفتك بقى ان انت او الرجاله دايما يقول لك ايه هي مش هتقدر، هي مش يعني مش هتقدر انها تغطي الثلاث ايام، لكن احنا اثبتنا الحقيقه ان السيدات قدها وقدود. هو في الحقيقه يعني ده مش اول استحقاق انتخابي انا اصلا بشارك فيه كتغطيه صحفيه، يعني دي صفتي يعني امراه مش راجل، يعني احنا نزلنا من ايام غطينا من فتره الثوره والدستور انتخابات مجلس شعب انتخابات رئاسه
يعني فده بالنسبه لنا مش اول استحقاق، فمتعودين على كده. ايه الفرق ما بين نزول حضرتك في الانتخابات الرئاسيه دي والانتخابات اللي فاتت؟ الانتخابات الرئاسيه اللي جرت من الثلاث ايام اللي فاتت كانت اكثر هدوءا من اللي كانت المره اللي فاتت. كان المشاركه كانت بتتفاوت، يعني في بعض الاوقات بتبقى هادئه وبسيطه، وبعض الاوقات بيبقى في اقبال اكثر، وخاصه في فتره يعني بعد الساعه 4. يعني يمكن الناس يعني كانت شايفه انه الامور نوعا ما مش هنقول محسومه، بس معروف مين هو الرئيس اللي الناس حابه ان هو يكمل في المنصب علشان يكمل المشروعات ويكمل مسيره التنميه، وفقا للكلام الكثير اللي كنا بنسمعه من الناخبين في اللجان واللي غطيناه للجرايد. يعني الانتخابات اللي فاتت كانت اكثر شراسه لان كنا خارجين من يعني الثوره ولسه متخلصين من حكم الاخوان، فالناس كانت اكثر خوفا على البلد، يعني حاسه ان البلد بتضيع. انما حاليا كانت كل الناس حاساها مرتاحه، كل الناس عارفه انه الرئيس السيسي هيكمل. يعني طبعا احنا منتظرين طبعا ان النتيجه، لان ده كان كلام كتير حاوي، ويمكن ده كنا بنقعد نقوله للناس يا جماعه ما تقولوش اصل احنا عارفين. لا، ما حدش عارف النتيجه خالص على فكره. كنا بندعو الناس انها تنزل وتنتخب وتشارك، واللي عايز يقاطع يقاطع. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه ميساء فهمي، الصحفيه بجريده الشروق، بشكرك شكرا جزيلا. ارجع لكم مره ثانيه، ويمكن شفنا كان للصحفيات المصريات دور بارز في تخطيط العمليه الانتخابيه المصريه 2018. شايفين ان الست المصريه او الصحفيه المصريه بقى فعلا قدها ودود؟ اتفضلي. انا عايز اقول لك زي ما قالت ميساء، لانه ده مش اول استحقاق تنزل فيه صحفيات للتغطيه، بالعكس احنا عندنا صحفيات ميداني كتير جدا جدا في كل على مدار السنين اللي فاتت كلها، يمكن منذ قيام الثوره. احنا كمان عندنا شهيده صحفيه مياده من جريده الدستور في اثناء التغطيه الميدانيه، فصحفيات متواجدات طول الوقت. الست ب 100 راجل فعلا. اكيد. استاذ سالي. انا شايفه ان الصحفيات بتبقى انشط حتى في النزول والتفاعل بسرعه جامده جدا اكتر من الرجل، يعني على مدار ثلاث ايام مش بس الصحفيات هتكلم عنهم، حتى المراسلات للقنوات التلفزيونيه طبعا كانوا منتشرين بشكل كبير. انا عايزه اشكر طبعا بشكل خاص من عندنا هنا في القناه، طبعا عايزه اشكر كل مراسلينا ماجد عثمان جمال، ماجد عبد الله عثمان جمال، فكروني يا جماعه بالاسماء، محمد ابو شنب، لا رضوى دي لوحدها في الاخر، يعني رضوى دي هاخدها في الاخر لوحدها يعني، لكن محمد سعد، قولوا لي مين الاسماء تاني. عايزه اشكر بجد كل مراسلين قناه تن، بشكركم بشكركم بشكركم. محمد ابو شنب قلته، محمد جمال، بشكركم يا جماعه. انتوا بجد كنتوا واقفين في ظروف جويه في اللي كان حر جدا والتراب، وامبارح كان الحقيقه كانت الجو صعب جدا. عايزه اشكركم شكرا جزيلا بجد، ميرسي جدا جدا جدا. وكمان عايزه اشكر بقى زي ما قلت لكم لوحدها بقى البنت المذيعة المراسلة الوحيدة عندنا هنا، هي رضوى روحيم. بشكرك يا رضوى، نزلتي وعملتي شغل هايل، وقفتي برضو في وسط الجو، تعاملتي مع السيدات ومع الرجال، نقلتنا بجد مشاهد حية من هناك. أنا بشكركم بشكركم، وميرسي جدا لكل يعني طاقم المراسلين، مراسلين قناة تن. طبعا ميرسي ليكم، بيشكرونا أنا وسارة، ميرسي جدا ليكم بجد. أنا بشكر كمان كل الكرو هنا بجد، عايزه اقول لكم ان كان في مجهود رهيب، والناس كانت كلها على اعصابها وشغل 24 ساعه بجد. انا بشكر كمان كل القائمين على قناه تن، استاذ عمرو عبد الحميد، استاذ نشأة الديهي، استاذ محمد بسيوني، انا بشكركم بجد. ارجع لكم مره ثانيه، ونصيحه اخيره للصحفيات الشابات المقبلين ان هم داخلين بقى على مجال الصحافه. استاذه سالي شيماء. وبس اهم حاجه الالتزام بمعايير السلامه اثناء التغطيه، يعني لانه طبعا هو الوضع اتغير كتير جدا في الشارع وفي حاله امنيه مستقره، ولكن يعني من مبادئ التغطيه الميدانيه للصحفيين بشكل عام يعني الالتزام بمبادئ السلامه، والحرص على انه يكون يعني في جورنال ونقابته وعارفه عنه معلومات كافيه في والمصداقيه. انا تاري كمان اهم حاجه عند الصحفي المصداقيه طبعا، ده من اساسيات العمل، يعني تحقق الاول وبعد ما تتحقق انشر بقى بعد كده الخبر طبعا.
صح كده؟ بشكركم ونورتوني شرفتوني، مبسوطة وفخورة إن رؤساء تحرير سيدات زي القمر زيكم. بجد مبسوطة بيكم جدا. الكاتبة الصحفية شيماء جلال رئيس تحرير موقع الرئيس، بشكرك يا شيماء. كمان الكاتبة الصحفية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح، بشكرك يا سالي، ميرسي جدا. طيب احنا لسه طبعا مكملين مع حضراتكم عسل الأبيض، هنطلع لفاصل. بعد فاصل نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية لكن فين؟ داخل المدرسة. استنوا الفقرة دي، فقرة قوية جدا ومهمة جدا مع زميلتي شيرين، استنونا. الاولاد الصغيرين كمان اللي ما لهمش حق في الانتخابات هم كمان حسوا بطاقه ايجابيه جدا وقرروا ان هم يقلدوا الانتخابات الحقيقيه بشكل مصغر في مدرستهم في نموذج اسمه نموذج محاكاه. تفاصيل اكتر هنعرفها على التجربه دي من ضيوف اللي منورين النهارده في استوديو عسل ابيض، عبير توفيق مديره مدرسه اللي نظمت النموذج ده، والمرشحين الصغيرين هايدي السيد وعمر هشام. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اول حاجه بقى عايز اعرفها يا استاذه عبير، الفكره دي جت لك ازاي؟ بصي حضرتك، طبعا هو اللي حاصل في البلد مع الانتخابات اللي جايه علينا، الولاد عندنا ما عندهمش الفكر بتاع الانتخابات، لان احنا انتخاباتنا ما كانتش كتير. يعني احنا الاول كان ما عندناش انتخابات رئاسيه، انتخابات البرلمان ما يفهموش فيها قوي، كانت بتبقى واسعه قوي، فكان لازم نوصل لهم يعني ايه انتخابات. طبعا فحصل عندنا ان احنا قلنا مصر تنتخب، حصلت عندنا ندوه لمصر تنتخب، فمن هنا خدنا الفكره وقلنا طيب ما احنا نعملها للولاد. فعندنا الاستاذ محمد حسن المسؤول عن الاتصال السياسي في اداره عابدين قال الفكره معانا، وابتدينا نفكر فيها نعملها ازاي. ابتديناها برياض الاطفال اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي على الشاشه. رياض الاطفال طلع منهم مش عايزه اقول لحضرتك، يعني كانت ممتعه فوق ما تتخيلي، اولياء الامور وطلبه. طبعا اللي لازم اشكر فيها ديت عندنا مدام ميسه ومدام عبير سيد، اللي هم مدام عبير سيد وكيل رياض الاطفال، ومعاها مدام ميسه الاشراف الكامل كان على الانتخابات. عملنا انتخابات من اولها، يعني في 15 واحد رشح نفسه. 15 كنتوا حاطين يعني ليميت معين ولا كان العدد مفتوح لاي حد؟ لا احنا سايبينها مفتوحه لان احنا عندنا طلبه كتير، يعني 600 طالب في رياض الاطفال ما شاء الله. فعملنا 15 واحد، وكان في لجنه طبيه. هل يعني سن معين ولا كان من اي اللي هو رياض الاطفال عندنا اللي هو من سن اللي هو الكيج بنسميه، اللي هي من خمس سنين، من ثلاث سنين لخمس سنين، بس كانت معموله على كيجي 2. الاولاد لو تشوفي الدعايه بقى الانتخابيه، يعني انا ممكن اوريكي بعض من الدعايه اللي الاولاد عملوها. لا عاملين اعلام بقى وطابعين. طابعين اعلام وطابعين بادجات الله الله الله. عملوا حاجات بيهزروا. لا ده الانتخابات ده حقه حقيقي، يعني الامور تحمسوا جدا 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 للموضوع دوت. وابتدينا وعملنا لجنه انتخابيه، وكان في قضاه، يعني لو كان السي دي كان ان شاء الله هتلاقوا في قضاه لبسوا بدل ومعانا على الشاشه دلوقتي فعلا مبينين بالظبط الدعايه عامله ازاي. لا ده بالرمز بالرقم بكل حاجه، بكل حاجة. ده يعني وكان في ورقه اختيار الانتخاب، وحضر عندنا رئيس الحي عابدين،
ومدير الاداره وانتخبنا وحطينا اصبعنا في حبر وكل حاجه كده انتخابات حقيقيه. لا كل التفاصيل. طب قدرتوا تجيبوا فعلا الحبر الفوسفوري ولا لا؟ ما جبناش حبر فوسفوري. عملنا بالختامه اللي هي بتاعت زمان اللي هي أيوة بتاعت الطنبون بتاع زمان ده عملنا بيه. الولاد بقى لما خلصنا المرحله رياض الاطفال قلنا هنعمل المرحله الاعداديه. فبالتالي الاعدادي ترشحوا عندنا المرشحين كام يا هايدي عندنا؟ 15 بره فعلا ما بين ولاد وبنات. متحمسين جدا للفكره. يمكن واضح رياض الاطفال متحمسين كانوا اكتر يمكن شويه عشان دول اللي هم اللي بيعتمدوا على نفسهم، لكن انا شايفه فيهم حماس وهتلاقي افكارهم حلوه. هم في يوم من الايام بقى هم اللي هيقودوا البلد ان شاء الله ويقدروا يعني يمارسوا الشعب ومجلس الشورى. انا هقول لك ان احنا عندنا في بلدنا كتاب ظاهر من 2016 انا يمكن ما اعرفش حد يعرفه ولا لا، طالع اسمه كيف تصبح رئيسا للجمهوريه. دي احنا اللي عاملينه، الهيئه المصريه للكتاب، يعني حاجه مصريه. هي طب مهم جدا ان احنا نبني في اولادنا صغرهم. سوري انا لقيته للاطفال. خليكي بس ارفعها كده لحظه. ايوه تمام. يعني حلو جدا ان احنا نربي في اولادنا من صغرهم ان هم يبقى فاهمين ان هم في يوم من الايام عندهم الحق ان هم يرشحوا نفسهم، عندهم الحق ان هم ينتخبوا هم عايزين ايه، ان هم يختاروا. بالظبط احنا ما عندناش الاختيار. فكر الاختيار واني انا اكون عندي الراي واني انا عايزه اقول انا عايزه ابقى ايه وعايزه ايه مش موجود. مش موجود بس الحمد لله بقت موجوده ثقافه الاختيار دلوقتي خلاص. هو ده اللي احنا عايزينه نغيره، ده اللي لازم نفضل نزرعه في اولادنا. وهو ده اللي دلوقتي اللي احنا شايفين ان هو ابتدى يتغير فيهم. يعني هم لما ابتدوا يعملوا الدعايه انا ما منعتش اي حد يعمل الدعايه بالشكل اللي هو عايزه، سبت لهم بقى حريه الاختيار بالطريقه اللي هم عايزينها بكل حاجه. طب هايدي احكي لي بقى، اول ما سمعتي كده بقى ان المدرسه فيها انتخابات ايه اللي خليكي تحسي ان لا انا نازله؟ ايه اللي حمسك؟ اول حاجه ان يعني المراه في مصر تولد كذا من المناصب العاليه، بس عمري ما سمعت ان في رئيسه جمهوريه لمصر تكون بنت. فاول ما سمعت قلت ليه الفكره تكون مقتصره بس على الولاد، ليه ما ينفعش كمان البنت؟ فطلعت وسالت مدام راندا ومدام صفاء الاخصائيين عندنا، قلت ينفع ان كمان البنات تبقى تترشح وكده؟ قالوا ما فيش مشكله طالما الشروط متطابقه عليها. بالزبط. تمام. البنت زي الولد ما هيش قله على دي اهم حاجه. كده كام سنه يا هاي؟ 15. ما شاء الله. طب وما حسيتيش للحظه ان انت طب بس انا هخسر، ده هم اولاد اكيد هم هيغلبوني؟ هل حسيتي ولا حسيتي لا قدها وقدود وهكسب بقى؟ لا ليه احس ان عشان هم اولاد هيغلبوني؟ بالعكس، هو مفيش فرق بين ولد وبنت. صح. ربنا لما خلق الولد خلقه زي البنت. بالظبط. فهم ما يغلبونيش الا بالبرنامج الانتخابي بتاعهم او بدعايتهم بشغلهم، مش بحاجه زياده عني. صح. طب قولي لي كان في بنات تانية غيرك رشحت نفسها ولا كنت كان في نانسي ومريم وبسمله، بنات كتير ترشحت من اولى وثانيه وثالثه. طب احكي لي بقى برنامجك الانتخابي كان عباره عن ايه؟ برنامج الانتخابي إيه؟ اول حاجه هو متقسم على حاجتين. اول حاجه على المدرسه، تاني حاجه على مصر عامه. بالنسبه للمدرسه فاحنا عشان يعني نتخيل ان احنا ممكن ابقى رئيسه للجمهوريه. فالجمهوريه يعني ايه؟ يعني ارض وشعب وسلطه. الارض عندنا بتتمثل في المدرسه، الشعب اللي هم الطلبه والمدرسين، السلطه اداره المدرسه ومدام عبير. صرت قاعده جنبك. اي كلمه كده ولا كده انت حر. هايدي ما عايزه اقول حاجه، هايدي من المتفوقين. اولا جايبه 140 في الاعداد ما شاء الله. الله اكبر. في الترم الاول لسه منتظر الترم الثاني منها. هايل هايل هايل. طب نتيجه الانتخابات دي طلعت ولا لسه؟ الاعدادي لسه. الرياض الاطفال طلع عندنا محمد هو رئيس الجمهوريه. ومع العدد الكبير اللي كان متقدم عملنا نائب رئيس الجمهوريه. ما شاء الله. وعملنا الباقيين اللي دخلوا عملناهم مستشارين لرئيس الجمهوريه. طبعا لازم طبعا يكون معاه الفريق بتاعه كامل. ومحمد اكتشفت ان فعلا ان الاطفال الصغيرين ممكن يعملوا شعبيه لواحد. صح. محمد بقى ليه الشعبيه طبعا، واختاروه 54 واحد. لا وهي فكره هايله، يعني اكيد محمد هذا طول عمره حاسس ان هو ليدر وهيبقى على طول حابب دوره ان هو يقود ناس ايا كان بقى في المدرسه في الدراسه، في يوم من الايام هيكون في شغله، ويا رب في يوم من الايام يترشح لاي منصب. لا. كان نفسي شيرين تشوفي مامته لما كسب في الانتخابات. اكيد طبعا بذل اولياء الامور. انا بشكرهم على مستوى المدرسه كلها. اولياء الامور عملوا مجهود جبار طبعاً. مع مدرسين بتوع رياض الاطفال، مع المدرسين هنا، مع الاخصائيين، لا منظومه كامله طلعت منتج. طب جديد كانوا بيعملوا ايه بالظبط اولياء الامور؟ اولياء الامور احنا طرحنا الفكره، فاولادهم هم اللي راحوا قالوها. يعني احنا لما عرضناها على الولاد،
ابتدينا نكلم الولاد في رياضة الأطفال الأول، الكبار هيفهموا أكتر من رياضة الأطفال شوية. عشان كده لما ابتدينا مع الأطفال ابتدينا نحكي لهم في صورة قصص. يعني ايه اللي البلد فيه مبسطه عشان يقدروا يفهمين، ما شايفين دعايات بتحصل، مش فاهمين ايه مش فاهمين اللي بيحصل بحقه حقيقي، فهمنا لهم بصوره مبسطه. اولياء الامور بقى ابتدوا كل واحد بيفكر في الدعايه، ايه الدعايه اللي ممكن تتعمل، وفي ناس طعنت على الدعايه قالوا ان في انهم عدوا الحد في الدعايه الانتخابيه. فعلا انا مركزين جدا مش هزار، لا في رياض الاطفال كانت متعه، ويدخل ورا الستاره ويحطوا الورق الصوت بتاعهم بالظبط، هايل هايل هايل، بحيث ان لما يشوفوا كل ده في التلفزيون بعد كده مش هيلاقوا، هيحسوا انهم عاملينه، فاحنا عارفين ده تجربه هم مروا بيها وفاهمينها خلاص يقدروا يعملوها في اي وقت وفاهمين تفاصيلها. طب عمر احكي لي بقى، انت ايه اللي شجعك اول ما سمعت عن فكره الانتخابات دي؟ حسيت بايه؟ هل اتشجعت على طول ولا كنت مش ناوي قوي وفي حد شجعك ان انت ترشح نفسك؟ احكي لي بقى عن اللحظات دي. انا ما كنت، مفيش حد شجعني ان انا اعمل اي حاجه، بس انا لقيت ان دي فكره كويسه جدا. يعني انت من نفسك اللي كنت حاسس ان انت متحمس وعايز تعمل التجربه دي؟ اه، لان احنا المفروض نعيش الاطفال في مناخ ديمقراطي من هم صغيرين، صح، عشان لما يكبروا يبقى ليهم حق التصويت، يعرفوا يعني ايه انتخابات كويسه. طبعا. طب قول لي بقى، انت بقى البرنامج بتاعك عباره عن ايه؟ هتعمل لنا ايه يا عمر؟ انا برنامجي الانتخابي برضو بيتقسم لجزئين، جزء تبع المدرسه وجزء تبع مصر. ايه بقى؟ احكي لي بقى عن تفاصيل. هتعمل ايه لمصر؟ الجزء اللي تبع مصر بتكلم فيه عن ثلاث حاجات اساسيه، حاجه كنت عايز احسنها، وحاجه عايز احاربها، وحاجه عايز اقضي عليها. تمام. الحاجه اللي عايز احسنها هي كان مستوى التعليمي ومستوى الصحه. بالنسبه للمستوى التعليمي، انا كنت ساعات برفض فكره المناهج اللي بتخلي الطالب يحفظ ويخش يكتب في ورقه الامتحان ويخرج ينسى. انا كنت عايز مناهج توفر للطالب ان هي تساعده في الحياه العمليه. بالظبط. كمان كنت بشجع جدا فكره الايباد والتابلت في التعليم عشان نواكب تطور العمليه التعليميه. طبعا عندك حق، عندك حق في كل كلامك ده. يا ريت يعني فعلا في يوم من الايام يبقى عندنا فعلا شباب زيهم يكبروا وفعلا يقدروا يقودوا البلد بالافكار المتطوره دي. طبعا الجيل ده عنده افكار مختلفه عن الجيل الحالي والجيل اللي قبله، وده شيء طبيعي يعني، فحاجه حلوه جدا ان احنا نربي فيهم الموضوع من هم صغيرين. طب عبير احكي لي، مين بقى اللي كان بيشرف على الانتخابات؟ عندنا اللي كان بيشرف على الانتخابات بالنسبه لمرحله رياض الاطفال، كان عندنا مدام عبير سيد هي وكيل رياض الاطفال، ومعها مدام ميسة اشراف اللغه العربيه في المدرسه، مع مدرسين رياض الاطفال بالكامل. ده بالنسبه للمرحله الاعداديه. وطبعا احنا كل المدرسه بتساعد، عاده لما بيكون في روح الفريق موجوده جوه المدرسه، مع ان احنا عندنا مجلس اداره ومجلس امناء متعاون جدا، بيساعد اي مدرسه زي مدرستنا انها تطلع. يعني المدرسه مستقره فشغالة، في أفكار جديدة بندعمها من كل ناحية فبيقدروا. بالنسبة للإعدادي عندنا مدام راندا الأخصائية الاجتماعية مع مدام صفاء، الاثنين هما اللي مشرفين إشراف كامل عن الانتخابات، مع وكلاء المرحلة الإعدادية مدام إيمان مدحت ومسيو ماهر. طب كلميني بقى عن ردود أفعال الطلاب التانيين. يعني دلوقتي في ناس كانت مرشحة نفسها أن هي تبقى رئيسة الجمهورية. بالزبط. طب الطلاب التانيين ما كانوش يعني هم ما قرروش ان هم ينزلوا الانتخابات، لكن بالتالي هم اكيد برضو شاركوا بصوره ما، عملوا ايه وكان ايه رد فعلهم؟ بص، بالنسبه للطلاب، هو احنا لسه لغايه دلوقتي في مرحله الدعايه الانتخابيه. فاحنا الولاد بيساعدوا اللي بيحبوهم، يعني كل واحد من الطلاب، يعني لو هايدي مرشح نفسها تلاقي حواليها جروب من الطلاب هو اللي بيساعدها. فعلا. عمر نفس الحكاية. طبعا. طب احكي لي بقى يا هايدي، ازاي اقنعتي او عملتي الفريق بتاعك اللي بيساعدك في مرحلة الانتخابات؟ هو الفريق بتاعي جه ان انا بنعمل ندوة في البريك، بنقعد مع بعض، مدام صفاء ومدام راندا بيكلمونا نعمل ايه، بنقعد بقى مع صحابنا بنشرح لهم البرنامج الانتخابي بتاعنا، عن طريق البرنامج بتاعنا هم بيبتدوا يعني يقتنعوا لو هم عايزين هايدي او عايزين عمر او اي حد تاني. الموضوع كان مثلا يعني عندي صاحبتي لوزي بتكتب لي على مثلا على صفحة البيج بتاعت المدرسة، بتكتب انا هنتخب هايدي، مين هينتخب، بنبتدي ننزل حاجات على صفحة المدرسة. ناس تانية بردك اخويا وصاحبه صغيرين بيقفوا مثلا الورق بتاعي بيوزعوه على اصحابهم، بيبتدوا ينشروا الموضوع مثلا عند قسم الولاد، مش عند البنات بس، عشان احنا ولاد لوحديهم وبنات لوحديهم. بالزبط. فهم بيبتدوا يعرفوا الولاد وانا ببتدي اعرف البنات. صح. طب عمر واحكي لي انت بقى ازاي قدرت ان انت تجيب المجموعه اللي بتساعدك في الانتخابات؟
انا صراحه ما تعبتش خالص ان اجيب المجموعه اللي بتساعدني في الانتخابات. انا لقيت كل اصحابي متحمسين للفكره وهم عايزين يساعدوني من نفسهم، وبدات اشرح لهم واطرح عليهم البرنامج الانتخابي بتاعي، ولقيت الموضوع بينهم وبين بعض بدا ينتشر وبدا يوصل لكل الفصول المرحله الاعداديه. فانت لقيت السبورت منهم فورا، يعني انت بس قلت انا مرشح نفسي ولقيت ايه مليون حد بيدعموك وعايزين يكونوا معاك ويساعدوك في الحمله الانتخابيه، شيء رائع جدا. طيب احنا بقى دلوقتي معانا مكالمه، معانا استاذه رندا شحاته مشرفه على الانتخابات بتاعه المدرسه بتاعتكم. الو الو الو، ازيك يا رندا؟ ازيك يا مدام، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لي بقى يا رندا، التجربه دي كانت عامله ازاي في المدرسه؟ ساعدتيهم ازاي؟ عملتي ايه؟ كانت جميله جدا. اول ما اعلنها علينا في المدرسه الولاد بقوا يجي لنا الاوضه، احنا عايزين نشترك، احنا عايزين نشترك، صبيان وبنات، لدرجه احنا عملنا شروط علشان خاطر ناخد الايه الاكتف قوي، الشاطر قوي، اللي ما عملش مشاكل في المدرسه. وكان ليا شروط مثلا يكون جنسيته مصريه، ما عندناش مثلا جنسيه ثانيه. اه ده فعلا، ده شروط اكنها فعلا انتخابات بحقه حقيقي. أيوة. يعني ما بقاش معاه جنسيه ثانيه وكل التفاصيل. اه وعملنا لكل طالب ياخد 25 من طلاب المدرسه ان هم يزكوه، غير مدير المدرسه، غير الوكيل، غير الاخصائي الاجتماعي، غير خمس مدرسين لازم يزكوهم، وما يكونش اخذ جزاءات ولا خدع ولي امر ولا عمل مشكله في المدرسه، يعني طلاب متميزين. ما شاء الله. عندك توقعات لمين هيكسب؟ اه طبعا، يعني في اثنين او ثلاثه بالنسبه لي فعلا، بس طبعا ما ينفعش دلوقتي، انت اكيد في صمت انتخابي، ما ينفعش تقدري تقولي انت مش عارفه. طب استاذه عبير حابه تقولي ايه لاستاذه رندا؟ استاذه رندا انا بشكرها طبعا لان هي قامت بمجهود مع الولاد غير عادي، وهي نشيطه جدا عموما. الاخصائيات عندنا في المدرسه، انا مش عايزه اشكر في كل المدرسه، بس احنا عندنا في المدرسه ما شاء الله عليهم طاقه وبيشتغلوا وعايزين يطلعوا بالمدرسه لاحسن ما يمكن. وعايز اضيف حاجه برضو، لان مدام رندا من الحاجات اللي شاركوا فيها، حضرتك تعرفي ان طبعا ان احنا في وزاره التربيه والتعليم، وزير التربيه والتعليم متبني فكره بنك المعرفه، ان زي ما قال عمر ان احنا مش عايزين نعتمد على التلقين. طبعًا. ففي دلوقتي بنك المعرفه اللي بيفعل عن طريق مكتبه المدرسه. هي. كان في مسابقه تبع اداره عابدين دخل فيها كل مدارس عابدين، ومدرستنا فازت في المركز الاول، من ضمنهم كان عمر وهايدي مشتركين في المسابقه، خدوا المركز الاول والكاس بتاع بنك المعرفه. لا ده كله تفوقات هنا، انا يعني مبهوره بصراحه، دي جايبه اثنين ما شاء الله من ما شاء الله عليهم اقوى الناس في المدرسه الحمد لله. فبنك المعرفه، لا بنك المعرفه بيعتمد كمان على الثقافه، مش على اللي بنحفظه وهنحطه في الامتحان، لا ده بيعتمد على الثقافه العامه اللي كتير دلوقتي لما بنيجي نسال الولاد في سنهم تلاقيهم في حاجات ما يعرفوهاش فعلا. فالحمد لله. طب انا لاحظت ان انتوا طبقت يعني في المدرسه طبقتوا التجربه دي على السن الصغير جدا وعلى مرحله الاعدادي، طب والابتدائي؟ الابتدائي مرحله عمريه متفاوته قوي، يعني اعدادي محكوم في السن اللي هو ما بين سنتين، يعني هتلاقي ما بين اولى اعدادي لثالثه اعدادي السن ما بينهم سنتين سن. والسن ما بين كي جي 1 وكي جي 2 سنه او سنتين. الابتدائي بقى لو خدتي من اولى لغايه سته ابتدائي هتلاقي الفرق العمري كبير قوي، فاحنا لازم هتبقى مقسمينها فكانت هتبقى كبيره. فقلنا الاول نحكمها بدول، وان شاء الله احنا بنفكر نعمل برلمان بقى. طب المدرسه تبقى هايله دي لسه الخطوه الجايه، نخلص بس انتخابات الرئاسه وعلى طول هنعمل البرلمان. طب هايدي قولي لي بقى، انت ايه رايك في الانتخابات الرئاسيه الحاليه اليومين دول؟ الانتخابات الرئاسيه اليومين دول هو انا شايفه ان هي كانت خارج مصر وداخل مصر، فبره كانت المصريين كانوا بيدوا صوتهم، يعني مش بس بيدوا صوتهم واقفين قدام اللجنه بس، لا دول بيغنوا ومبسوطين ويعني في قمه فرحهم. اما في داخل مصر بردك فهي كانت بردك اعداد كبيره جدا، وبعدين انا شايفه ان دي مش حاجه باختياري ان انا انزل انتخابات او ما انزلش، بالعكس ده المفروض ان هو يكون شيء اجباري، لان ده حق بلدي عليا، زي صح. ما بلدي موفره لي مكان واكل وشرب وشغل، لازم انا كمان اديها حقها اللي هو ان انا انتخب، صح. علشان ما اديش فرصه لعدو من بره البلد ان هو يحكمني، لازم الشعب لازم يقول كلمته، هو اللي بيبقى يحكم بلده عشان يبقى فيه ديمقراطيه. برافو عليكي، انا مبسوطه جدا جدا من الحماس اللي عندك يا هايدي، يعني انا مستنيني اشوف يوم من الايام والوزيره هايدي، السفيره هايدي، يعني انا بجد متنبئه لك بمستقبل يعني لامع، يعني كل الردود بتاعتك وكل افكارك فعلا فيها حماس، بس يا رب تفضلي كده وما يحصلش اي حاجه في المستقبل تخليكي تقولي لا خلاص بقى انا ممكن بقى ايه اشتغل مش عارفه كذا او كذا او كذا، وحماسك ده يقل. فعلا برافو عليكي، وانا يعني متنبئه لك ان شاء الله بمستقبل جميل جدا. طب عمر احكي لي بقى، انت ايه رايك في الانتخابات الرئاسيه الحاليه اللي كانت موجوده في 3 ايام اللي فاتوا في مصر؟
انا شايف ان الانتخابات اللي حصلت في 3 ايام اللي فاتوا دي فيها تنظيم كبير جدا، ده حقيقي، وشايف فعلا ان في تعاون كبير جدا بين ضباط الشرطه ورجاله الجيش والشعب نفسه فعلا، وبالذات مع ذوي الاحتياجات الخاصه والناس الكبار في السن. دي حاجه ملحوظه فعلا، ده انا شفته بعيني. ان انا شفت كذا مره راجل جيش هو بيحط الراجل على الكرسي متحرك يوصله لحد اللجنه بتاعته يستناه يخلص ياخده يطلعه لحد العربيه بتاعته ويركبه، وانا شايف دي حاجه هايله طبعا. كان في لفتات انسانيه كتير جدا جدا شفناها في الايام اللي فاتت دي، وطبعا هي دي مصر، هي دي مصر فعلا، كلنا طبعا في كل المواقف بنبقى بنساعد بعض وبنقف مع بعض في اي موقف. طيب انا سعيده جدا جدا باللقاء ده بصراحه، انتوا النهارده اديتوني كم امل للمستقبل، وقد ايه عندنا شباب وعندنا ناس فعلا فيهم حماس وفيهم طاقه ايجابيه، وفي يوم من الايام هتقدروا تعملوا حاجه كويسه جدا جدا ان شاء الله. وطبعا بنشكرك جدا يا استاذه عادلين، يعني انت طبعا مديره المدرسه ورائده الفكره، وانت طبعا صاحبه الانجاز العظيم للاطفال دول فيه. بنشكركم جدا جدا، واحنا في منتهى السعاده ان انتوا كنتوا معانا النهارده في استوديو عسل الابيض. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا في كل فقراتنا. والنهارده بقى خلاص يوم الخميس ويوم الاجازه، ويا رب تستمتعوا بويك اند جميل جدا، وهنستناكم ان شاء الله في حلقه جديده من عسل ابيض يوم الاحد.